Saudi national Omar Al-Bayumi recorded video in Washington over several days in 1999 Portions of the video seen here raise new questions about Saudi Arabia <speaking in Hebrew> واشنطن واشنطن العاصمة الامريكية ونرجع عوده أخرى إلى هذا البناء والذي لم أعرف اسمه بعد لكنني ساوفيكم بالنتائج قريبه ولكنني ساصل إلى هناك وانقل لكم وسان قل لكم بالتفصيل هذا هنا لا تعليق هنا لأنني لما أتعرف على هذا المكان بالضبط ولكنني أنقل أليكم ما؟ أرى فقط السيارات هنا